من جهة الرابعة مع منى سامي. مرحبا بكم. انقر الأمن الغذائي، انقر اليوم قانون الأمن الغذائي الذي من المفترض أن يحل أزمات كثيرة من بينها المحاضرين العلوميون وحتى عقود الكهرباء. اليوم بعد إقرار الأمن الغذائي المفروض المواطن يشعر بالانتعاش الاقتصادية التي وعد بها بعض السياسيين. اليوم بعد إقرار الأمن الغذائي يجب أن يكون هناك حلول ناجعة لكل المواطنين ذوي المطالب الذين تظاهروا وطالبوا بحقوقهم التي وعدوا بها من قبل الحكومة. أقر قانون الأمن الغذائي وأني وياكم موجودين إذا انحلت هاي المشاكل. طيب أنا اليوم راح نخلي هذه الحلقة حلقة تفاعلية جدا معي ومعكم. أنتظر من عندكم الاتصالات بخصوص موضوعنا اليوم عن عقود الكهرباء وعن كليات العلوم اللي طلع تعيينهم منذ 7 أشهر. قبل أن ندخل إلى العلوم خلينا ندخل إلى عقود الكهرباء اللي صار لهم فترة طويلة متظاهرين ويطالبون بحقوقهم. أرحب بممثل عقود الكهرباء السيد مصطفى الطائي. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك ست منى، تحية لحضرتك والقناة الرابعة. مية هلا. بداية مصطفى خلينا نحكي عن بداية المعاناة مع عقود الكهرباء. ليش صار لنا سنين طويلة دا نسمع بتظاهرات للمتعاقدين مع وزارة الكهرباء وماكو استجابة لمطالبكم؟ احكي لي القصة من البداية، انتوا ليش اصلا سووكم عقود؟ ليش تعينتوا؟ شنو الملابسات؟ ما يحصل، تفضل. نعم ست منى، تعرفين والكل يعرف احنا عقودنا تعيننا وفق قرار 315 اجينا من مظاهرات، طلعنا مظاهرات على الشركات وعلى الوزارات وطلعنا مظاهرات في ساحة التحرير وجابوا لنا عقود سكتوا الشارع بينا. طلعنا لما طلعنا مظاهرات وتعيننا سووا لنا عقود، احنا قلنا يمشون حال شهر شهرين 3 أشهر يسووا لنا ملاك ونعيش عوائلنا ونعيش هاي الحياة الكريمة. للأسف كل الوعود اللي يوعدونا النواب، كل مسؤول نروح له يوعدنا شكل وما حد يوفي ويانا. من القانون الاقتراض اللي وعدونا ورحنا وجينا وكيفنا وفرحنا عوائلنا مشى وخليناه يمشي قانون الاقتراض، وبعدين كل شيء ما سوونا وما مضمونين بيه، ما مضمنين بيه. لحد الان احنا طالعين تقريبا 52 مظاهره، والمظاهرات كلها يعني تيجي 10,000 و15,000 وكل المحافظات. المظاهرة البارحة طلعنا مظاهرة قوية بها 12,000 تقريبا متظاهر أكثر، وغطتها قناتكم وكل القنوات الإعلامية. إحنا أجينا من منطقة العلاوي إلى المنطقة الخضراء جامع إلى المنطقة الخضراء طبعا مجلس النواب. زين. وصلنا الباب مجلس النواب البارحة وهاي الأعداد. شو صار وياك بمجلس النواب؟ نعم، اغلب النواب انباع عليهم يطلعون من مجلس النواب، يطلعون بسياراتهم يطلعون قبل. يعني يباعون على المتظاهرين ويشوفون العالم دا تنضرب ويشوفون العالم دا تريد توصل يردون حل، واحنا حلولنا كلش بسيطه، مجرد هيك بس يوقع لنا وكل شيء انتهى. مجرد يوقع يقول هاي التريليونات اللي اخذوها كلها الجهات اصلا يجوز يعني ما تخدم شرائح المجتمع الا بشيء بسيط. احنا ما رايدين غير 49 مليار و600، هاي 49 مليار مال 12 شهر، احنا هسه تقريبا الشهر السادس، يعني شيء بسيط 20 تقريبا مليار فقط، ويخلي عوائلنا تفرح، يخلي الناس تعيش بكرامه، يتلافون ضغط الشارع، يتلافون مظاهراتنا. هسه احنا بهذا قرارهم بهذا تصويتهم ما عندنا غير خيار هو التصعيد، وهاي العالم المحافظات هسه دا تنتظرنا. زين. نعم هسه خلينا نجي وياك. الفكرة أنه ليست التعيين بحل، وأني من الناس أعرف أنه اقتصاديا الدولة العراقية لا تحتمل مزيد من التعيينات على الموازنة مالتها، لكن احنا خلينا نجي من البداية نحكي عن قصة الوعود الكاذبة التي وعدتم بها من قبل الأحزاب والسياسيين. يعني هي المشكلة اليوم، التظاهرات اليوم مو لأنه الشباب يريدون تعيين بالخصوص، لا، لأن أكو وعود سابقة وعدتكم وأحزاب وتيارات وعدت بالتعيين، وعدت بالتثبيت. شلون كان هذه الوعود ومنين بدت؟
شو وقت ومنين؟ تفضل. نعم استاذ منى، البارحه احنا قاعدين يم نائب، رحنا تعرفين احنا لازم نراجع النواب نشوف وضعنا وين صار. اي احنا قبل فتره قبل لا يصير نائب رحنا له، قال انتم ماني بس اقعد على الكرسي، انتم عراقيين ومن حقكم وناس فقراء وناس خريجين، بس اقعد على الكرسي انتم كلكم ملاك داعم. البارحه زرناه قعدنا يم، قال اول كلام اليه قال ما يصير احنا عندنا 7 ملايين موظف عراقي. هي هاي المشكله اللي دا يحكون ويانا بها السياسيين. نعم. انه يقولوا لنا قبل الانتخابات التعيين والتعيين وشبابنا لازم تتعين وولدنا لازم يتعينون ويلزمون الفايلات ياخذوها ويخلوها يمهم وهذا اعينه و10000 واحد اعين، وتالي من يحق الحق كلهم ينسحبون ويجرون ايدهم ويقولون الموازنه لا تحتمل تعيينات، ما نقدر نعين كل الشباب. اي زين ليش تحكي انت هيك من البدايه؟ ليش تنطي وعد؟ نعم ست منى، هي هنا المشكله. مو انا احكي ليش اقول لك يعني يقول بكل يعني بهاي صلح العباره، انتم ماكو داعي يعني ابقوا عقود واني راح افتح غير مشاريع، راح افتح معامل، راح ما اعرف شنو، راح ماكو داعي هالقد موظفين بالدوله، خما كل العراقي يتعين، كل العراقي يصير عنده رواتب. صحيح. يعني شنو مشكلتك؟ مو كل العراقي المفروض يتعين. خاص. وصحيح مو كل العراقيين المفروض يتعينون، صحيح احنا وياكم. ليش تكذبون يا سياسيين؟ ليش تكذبون؟ رواتبكم بالاف الدولارات وتكذبون على الناس وتقولون لهم تعيين. طيب هسه ما لازم، ما ريت تعيينات حكوميه، افتحوا شركات، انطوا مجال للقطاع الخاص انه يشتغل، افتحوا استثمارات في بغداد وفي باقي المحافظات حتى الشباب العراقي يشتغل ويعيش عائلته عيشه كريمه. مشكلتنا ويا سياسيين هم انه هم كذابين كذابين. طيب يعني انا قلبي محروق عليكم وعلى المحاضرين وعلى كليات العلوم. تفضل اكمل فكرتك استاذ مصطفى. نعم ست منى، هي واضحه فكرتنا، احنا جينا تعيننا قبل التعيين، احنا جابونا من المظاهرات، تعيننا من اول اشهر ما انطونا رواتب طلعنا مظاهرات، ثبتنا بالموازنه 21 هم بالمظاهرات. فهسه ما يهمنا ان شاء الله، احنا عندنا ابطال وعندنا دين ينتظروننا، احنا لجنه تنسيقيه ممثلين عقود الكهرباء في كافه المحافظات، كل المحافظات وكل ممثلين عقود وزاره الكهرباء ينتظرون كلمه من عندنا، يطلعون يغلقون مجالس النواب. احنا هسه ما صوتونا بفقره، احنا ما ردنا من عندهم بس فقره صريحه وواضحه على وزاره الماليه تثبيت عقود وزاره الكهرباء، وحتى مبالغنا مو من الدوله نهائيا، عندنا جبايه، احنا وزارتنا غير شكل، عندنا جبايه بالرغم ويقدرون ان وزاره الكهرباء ينطوكم رواتبكم من الجبايه، يعني من داخل وزاره الكهرباء، تمويل ذاتي. نعم تمويل ذاتي. احنا وتعرفين ست منى احنا عملنا يختلف عن باقي الوزارات، ولو احنا نتمنى كل عقود يتثبتون ويخلصون من هاي المعاناه ويعيشون حياه كريمه هم وعوائلهم، لكن احنا عملنا يعني بنص الموت، يومية تجينا، احنا عندنا بيجات وجروبات يومية تجينا مناشدات. أي. يومية واحد صعقة كهربائية يؤدي إلى وفاة أو العوق، يعني مأساة مأساة. اللي يموت طبعا ما إلى أي حقوق، واللي يتعوق يقعد له 10 أيام ورا الإجازة ينفصل من يعني ينفصل ينهي خدماته. اللي يتعوق ده تحكي أثناء تأدية الواجب، أثناء تأدية الوظيفة، اللي يتعرض إلى ضرر 10 أيام ويعتبروه مفصول. طبعا 10 ايام ست منى بعد الاجازه المرضيه اللي نعتبرها تنتهي خدمات، ما يعرفون يعني شنو. والمتوفي ما له حقوق اصلا، عندنا احنا المتوفي ما له اي حقوق كعقد، احنا ليش نريد نثبت؟ نريد نعيش هاي عوائلنا احنا. صار لكم ايش قد مصطفى؟ يعني من 3 سنوات ونص، سنتين يعني اقل عقد عندنا تقريبا سنه وثمان اشهر. زين بنفس الوقت الناطق باسم وزارة الكهرباء يعترض على كلمة فشل وزارة الكهرباء في حل مشاكلها، لكن اليوم أنا دا أشوف أنه هذا أحد خليني أقول الفشل، إحدى أوراق الفشل، إحدى نقاط الفشل في وزارة الكهرباء، أنه هي ما قدرت تحل مشكلة عقود الكهرباء. إيش قد عددكم؟ ست منى بالحقيقة احنا 100,000 تقريبا، 100,000 عقد، لكن هسه خلنا نحكي صراحة، احنا صح تأخرت رواتبنا، طلعنا تقريبا 38 مظاهرة على وزارة الكهرباء، لكن الصراحة واحد قال الوزير السيد الوزير حاليا والسادة المدراء بوزارة الكهرباء حاليا متعاونين، رفعوا بياناتنا، رفعوا أسماءنا، رفعوا كل اللي يريده سجلوه بكتاب كامل وطولنا يا قالوا روحوا قدموه بالكتاب، الله نتعاون ياكم نثبتكم. حاليا قضيتنا مو بوزارة الكهرباء، قضيتنا وزارة المالية، يم ممثلين الشعب،
لأعضاء مجلس النواب. أعضاء مجلس النواب، أريد أنوه إلى المشاهدين بأرقام الهواتف أو رقم هاتف البرنامج 6233 6233، تقدرون تتصلون على برنامج من جهة رابعة من خلال هذا الرقم. الأرقام القديمة تغيرت إلى رقم مختصر 6233، أربع أرقام من جهة رابعة، وأنتظر اتصالاتكم أكيد على هذا الرقم. أنوه أنه هذا الرقم كلفة الاتصال طبيعية، يعني حال حال أنت تتصل على تليفون من شبكتك، من داخل شبكتك، إذا كنت آسيا سيل أو زين العراق، أنتظر اتصالاتكم على الرقم 6233. طيب مصطفى، شقد رواتبكم أنتوا تاخذوها؟ احنا الاجمالي 720 مليار. الفرد الواحد ايش قد ياخذ راتب؟ الفرد الواحد يعني اقل راتب الادنى هو 480، والاعلى البكالوريوس 600. يعني هسه بالعقود تاخذون هذه الرواتب؟ هسه عقود، احنا عقود تشغيليه. عقود تشغيليه تاخذون هذه يعني الرواتب؟ يعني فرق 6 منها. احنا ليش نطالب بالملاك حاليا؟ فرق كلش بسيط. يعني هسه اذا تحولنا ال 100,000 الى ملاك دائم، ما نكلف وزاره الكهرباء غير 49 مليار بالسنه الكامله، 49 مليار و600. زين، قالوا لكم الحل بقانون الامن الغذائي، وقانون الامن الغذائي اليوم انقر، شنو مطالبكم بعد؟ اني المطلب اللي يريده ال 100,000، طبعا 100,000 عائله مو 100,000 عقد. المطلب اللي نريده، نريد فقره واضحه من اللجنه الماليه في مجلس النواب تقول على وزاره الماليه تخصيص المبلغ 49 مليار من التريليون اللي خصصوه هاي الشرائح اي لتثبيت عقود وزاره الكهرباء. يعني انت غير هاي الفقره ما نقبل نهائيا. لا، هو تصوت على القانون وانتهى. انت تعتبر القانون بصيغته الحاليه لا يخدم شريحه المتعاقدين مع وزاره الكهرباء. وان الصوت خصصوا تريليون الى هاي الشرائح. إن هاي تريليون وزاره الماليه ما اعرف لمن راح تخصصها، يجوز راح تنفينا من عندها، يجوز راح تعطيها فقط شرائح اخرى، يجوز راح تعين من جديد، يجوز راح تعطيها مثلا جهات ما اريد اذكر اسمها. احنا نريد وزاره مجلس النواب يؤمر وزاره الماليه يقول لهم هاي خصصوها، هاي 49 مليار خصصوها لتثبيت عقود وزاره الكهرباء، وتلافوا المظاهرات، لان العالم ده تنتظر كلمه من عندنا. يغلقون حتى وزاره الماليه، يغلقون مجالس النواب. هذا التصعيد المتوقع من قبل ممثلي عقود الكهرباء. خليني انتقل الى اتصال من علي جبوري، ممثل عقود الكهرباء في محافظه الانبار. اهلا وسهلا بك علي. اهلا بك ست منى، تحيه طيبه إليس والأستاذ مصطفى والجميع المشاهدين. بالنسبة لنا عقود وزارة الكهرباء في محافظة الأنبار، احنا الآن على أتم الاستعداد للتصعيد وقلق مجلس النواب بالكامل. بعد هذا الخذلان اللي صار من مجلس ليش النواب. ليش خذلان يا أخي؟ مو اكو قانون أمن غذائي. الكذب اللي دي قشمرونا به. نعم سيد. اكو قانون الأمن الغذائي اللي عساس راح يحل مشاكل الكوكب. ايش تم خذلاننا من قبل نوابنا؟ الوعود الكاذبه اللي طلنا اياها تم خذلاننا اليوم، واحنا بسبب الاشاره لرئيس اللجنه التنسيقيه في بغداد الاستاذ حيدر الزياده والاستاذ مصطفى الان ضيفك. نعم. ونحن على اتم الاستعداد لقلق مجلس النواب اليوم، يعني الغضب كنا ما نسيطر عليه. طيب اكيد اكو غضب بالشارع من عقود الكهرباء، بس اني اريد اسال اليوم ايش قد عددكم اللي مستعدين يطلعون تظاهرات؟ والله ما اعرف تقريبا المحافظات كلها، احنا عددنا 100,000. اليوم اذا يطلعون 10 يسجون مجلس النواب، لو نستشهد لو نسجد مجلس النواب. يعني انتم اليوم وصلتوا الى اخر الحلول، خلص لو اخر الحلول بعد ما فيها مجال، لو انتهى الموضوع تصعيد. تصعيد احنا بانتظار، احنا بانتظار الاوامر من الاستاذ مصطفى ضيفك الان والاستاذ حيدر الزيرجاوي. طيب اني جدا اشكرك علي جبوري لان انت عرفتنا الوضع بمحافظه الانبار الذي يخص عقود الكهرباء. ويانا حسين عضو اللجنه التنسيقيه من بغداد لعقود الكهرباء. اهلا وسهلا بك حسين. اهلا وسهلا بك ست. اهلا وسهلا. تحيه لقناه الست الكريمه على تسليط الضوء لعقود الكهرباء. شكرا جزيلا لك حسين، نورت. الله يسلم الست العزيزه. ست العزيزه، احنا اليوم وياكم استاذ مصطفى الطايبي، هو عضو اللجنه التنسيقيه ويانا مركزيه في بغداد. نعم. مثل ما نوه، انا احب اقول يعني كلمه، اليوم انتهت جلسه مجلس النواب من دون توفير حقوق لعقود الكهرباء اللي بالغه مبالغها 49 مليار سنويا، يعني
مقياسا بقانون الامن الغذائي فهي تجابي 24 مليار، فهذا يعني يا اللجنه الماليه ويا مجلس النواب، هذا اقل مبلغ عندكم توفرونه امام العقود. انطيتوا 500 مليار لكذا جهه، انطيتوا 450 مليار بالاقليم، 49 مليار العفو 24 مليار ما تقدر تطول عقود الكهرباء، ما تقدرون تفرحون 100 الف عائله. ستي العزيزه ست منى، انت تدرين احنا هسه كممثلين عقود، احنا هسه كل واحد باتجاه. للاسف انقطع الاتصال مع السيد حسين عضو اللجنه التنسيقيه لمتظاهري عقود الكهرباء في بغداد. ارجع لك استاذ مصطفى، الشارع اليوم مشحون من المتعاقدين مع وزاره الكهرباء، ودا اشوف نبره الياس من حديثهم، دا اشوف نبره ايضا الاصرار على التقدم الى تصعيد اخر من قبل عقود الكهرباء. فاستاذ مصطفى، انت اليوم شلون تشوف الوضع اليوم؟ الوضع وين رايح؟ نعم ست منى، الف تحيه لاخونا علي الجبوري ممثل عن الانبار عقود الانبار، والاستاذ حسين الشمري عضو اللجنه التنسيقيه. طبعا البارحه الكل يعرف عندنا احنا ناس تقول لواء ابو الشغب، اجى لواء جواد، اجى راد يهدي الموقف، يقول لا تتقدمون وهاي هيجي وهاي الوضعيه تخوف ولا تتقدمون اكثر، انا وقفتكم يعني بهذا الشارع مهم كلش، ليه يسمعون صوتكم؟ المتظاهرين يعني نقول لهم بس نتوسل بهم ووقفوا، يقولون لا نريد نموت، احنا لو نعيش حياه كريمه لو نموت. واستاذ علي الجبوري شاف يعني قوه سيطر على ربعه، يقول انا ما عايش هسه، ما عايش، انا اداوم بالصويره، اجي الصبح اقعد من الدوام القى نفسي بمنصوريه الجبل، هذا العقد مضطهد، ليش تخلونا تحت رحمه وزارتنا؟ خلونا نعيش حياه، خلينا نعيش عوائلنا، خلينا حالنا حال العراقيين، احنا شبعنا ضيم من عشنا لحد الان، هسه نقول لكم يابا تأملنا بيكم خير، مشوا هاي العالم خلي تعيش، خلي الناس تشوف حياتها، يعني هسه احنا هاي الناس اذا باكر انا اطلعهم، هم احنا ما نقول راح نطلعهم، اذا سكتنا هم راح يطلعون، راح يطلعون بعد ما عندنا اي خيار غير مكاتب مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب خلي يتحضرون هم وبيوتهم، بعد ما لنا علاقه احنا. هاي احنا توسلنا بهم صار ايش قد، ونروح لهم ونقول لهم وهدينا ربعنا، هسه العالم حتى اذا نقول لهم لا حد يطلع هم يسقطون بينا، هسه احنا عندنا بس الحل الوحيد اللي نريد مجلس النواب يسوي كتاب على وزاره الماليه تخصيص من التريليون 49 مليار فقط، بس هاي يلا توقف الدماء، هسه احنا عندنا شهداء قوه موقفيهم، كفيكم طيب. الله الناس اللي تستشهد قوة مسيطرين عليهم. الأخ حيدر الزرجاوي الباحة شافوا بالمظاهرات اتخربط، قال بعد ما أقدر أوقف، شي وقف واحد اثنين. الناس الله يعينكم، نعم. الله يعينكم بهذا الحر ودا تتظاهرون، احنا جدا متضامنين وياكم ونتمنى السلامة أيضا أكيد للجميع. عندنا نبيل الطائي ممثل تنسيقية البصرة، أهلا وسهلا بك أستاذ نبيل. ديالة أهلا وسهلا. نبيل الطائي ممثل تنسيقية ديالة عن عقود الكهرباء، أهلا وسهلا بك نبيل. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. مازن الطائي وليس نبيل الطائي. مازن الطائي، نعتذر. وليس نبيل الطائي. أهلا وسهلا. ست احنا حاليا كنا يعني مطلعين خير بهذا القانون الأمن الغذائي. زين. اللي يقر اليوم. أي. طبعا احنا الواحد كنا طالعين من جامعة بنية إلى المنطقة الخضراء. زين. طبعا تلاقينا ويا فض الشغب، تعرضنا إلى ضرب، تعرضنا إلى إهانة. حاولنا جهد الامكان ان نوصل الى مجلس النواب ولكن منعنا من الشغب وانضربنا. اي. والتيارات تطلع منين مجلس النواب تطلع؟ يعني يشوفون المتظاهرين يطلعون منين يعبرون. طبعا طلع لنا النائب مصطفى سند وحميد الشبلاوي وعدونا خير ولكن لم تمضي الفقره اليوم لصالح يقود وزاره الكهرباء للاسف. لا دقيقه، لم تمضي الفقره اليوم؟ ما مضت. ماكو شيء واضح وصريح يخص عقود وزاره الكهرباء نهائيا، واحنا مبلغنا كلش قليل 49 مليار و600 وما مضت اليوم، يعني الاحلام الورديه اللي يعيشونا بها السياسيين طول هاي الفتره ماكو نهائيا، يعني خلونا ويا فئات ويا المعارضين والاداريين يعني والى اخره، ما خلوا وضع يعني ماكو شيء واضح لحل مشكلتكم، ماكو شيء واضح لحل مشكلتكم كعقود كهرباء ولا للمحاضرين ولا للعلوميين ولا لاي احد، ماكو شيء واضح. لا المحاضرين تم انصافهم وتحويلهم الى قرارات 2015 جيد، ولكن عقود وزاره الكهرباء اللي هي قلت لك المبلغ 49 مليار و600، مبلغ كلش بسيط، يعني هسه حاليا نطالب من اللجنه الماليه بمخاطبه وزاره الماليه لفصل
هذا تريليون 49 مليار و600 لعقود وزارة الكهرباء. طيب أنا جداً أشكرك السيد مازن الطائي ممثل تنسيقية ديالة، شكراً جزيلاً لك ويانا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا حسن من البصرة. مية الله يحفظك ست العزيزة، ناصر المدني من محافظة البصرة حسن الشويري. أهلا وسهلا حسن الشويري. عن تنسيقية أصحاب الدخل المحدود. نعم. من خلال قناتكم أوجه كلامي إلى السياسيين العراقيين وإلى مجلس النواب العراقي، انتظروا الثورة القادمة إن شاء الله بكل قوة. أصحاب الدخل المحدود، إحنا أصحاب الدخل المحدود ما عندنا يعني لا وظيفة لا رعاية اجتماعية، عوائل الحالة يرثى لها. ليش راتب رعاية ما عندك حسن؟ ما عندنا من 2003 لحد الآن، والله العظيم قدمنا عدة مرات وما تطلع أسمائنا، وعالم تقدم ببرامج تطلع أسمائها. فإحنا يعني شريحة تعبانة كلش، ويعني آلاف المواطنين العراقيين مثل هاي الحالة، وعدنا عشرات الآلاف المستعدين بأن يموتون أمام مجلس النواب، أما يحطون حظهم وأما يموتون. ألف سلامة. بعد ما عدنا استعداد نعيش تحت حط الأحد تحت خط الفقر ست العزيز. ألف سلامة عليك يا حسن وعلى جميع العراقيين، ما نتمنى تسيل قطرة دم من أي أحد. عبد الله من إن شاء بغداد. الله ماك هذا الشيء، بس إن شاء الله إحنا نتظاهر بكل قوة، وان شاء الله حقنا ما يروح، لان النفط ملك الشعب، وهم سووا قانون الامن الطارئ وما ذكروا الشريحه هاي الفقيره. وانتوا اهل اصحاب الدخل المحدود والله، يعني لو بالشهر 200 الف دينار لكل عائله. حقك، شكرا جزيلا لك حسن من البصره. ننتقل الى بغداد ويانا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. يعني احنا عايشون اليوم بامل، وشلنا ننتظر القرار من مجلس النواب. اي وانقر. والله ما اعرف يعني خذلونا جدا، خذلونا، كنا متاملين بالاعضاء البرلمان، وانتم كل ما ينطي كلام ويوعد الناس الموجودين ماكو. ما اعرف والله صدمة، الله العظيم صدمة. الله يعينكم، والله الله يعينكم. يبيعون ويشترون. هو احنا وين؟ احنا وعود كاذبة. احنا ولد هالبلد هذا، طب ان الناطين احنا ولدهم، يعني ما اعرف. الحمد لله وشكر، شكرا جزيلا لك عبد الله من بغداد. ويانا السيد عباس الزرقاني ممثل كليات العلوم اللي جاي يمكن من كربلاء الى هنا. اول شيء اقول لك الحمد لله على السلامه استاذ عباس. الله يسلمك، اهلا وسهلا بك. وقبل لا ابدي وياك، مشكله كليات العلوم مشكله كبيره. نعم. لان طلع تعيينهم بأماكن متفرقة من البلاد، اللي ببغداد طلعوا بالبصرة، واللي بالبصرة طلعوا بش ما أعرف، يعني فالتوزيعة مخربطة كلش على تعييناتكم بخصوص العام الفائت. صار لكم 7 أشهر متعينين. أثناء المراجعات، أثناء الروحة والجاية، الانتقال من محافظة إلى أخرى، وبسبب الحكومة الفاشلة، كل اللي صار بسبب الحكومة الفاشلة، لأن الطرق اللي أنتم سويها حتى ينتقلون بها العلوميين من محافظة إلى أخرى وكل العراقيين، هي طرق غير صالحة للاستخدام، غير صالحة لأنه تمشي عليها سيارة، هاي الطرق الخارجية. لذلك خسرنا من العلوميين السيد محمد جيجان عذافة وزوجته اليوم بحالة سيئة جدا بسبب هذا الموضوع. خسرنا أيضا السيد حيدر عبد الرضا كاظم من أهل البصرة. لذلك أطلب متفضلين من المشاهدين ومن ضيوفي اليوم، نلتزم بالصمت لمدة 30 ثانية حدادا على أرواح من توفى وهو يطالب بحقه من هذه الحكومة. للأسف هذا الحال اللي وصلنا إلى اليوم، حتى تتعين لازم تموت، وحتى تأخذ حقك لازم تموت.
وانت ماشي بالشارع خايف من الحزب الفلاني والتيار الفلاني والمعرف ايش الفلاني انه يصكك لان قلت رايك، انه يقتلك لان طالبت بحقك، انه يغتالك لان اختلفت معه بالراي السياسي. هذا الوضع اليوم في العراق. الف تحيه لكل من يطالب بحق اليوم، الف تحيه لكل من يتظاهر من اجل المطالبه بحقه. عباس الكلمه لك. شكرا جزيلا ست منى. بالبدايه احنا حمله انا علومي اطالب بحقوقي اللي ابتدت في سنه 2015 بعد ان توقفت تعيينات العلوميين بسنه 2003، وقامت وزاره تشمرنا على وزاره، الصحه تشمرنا على التعليم، التعليم يشمرنا على التربيه، التربيه تشمرنا على الصناعه، الصناعه من وزاره الى وزاره ومن وزاره الى اخرى. ففي سنه 2015 تاسست حمله انا علومي اطالب بحقوقي بجهود مباركه من الاخ احمد خلف الركابي الممثل العام لعلومي العراق والست عبير الدليمي ايضا الممثل العام لعلومي العراق. فعانينا ما عانينا من تعديل القانون اللي هو التعديل الثالث لقانون 6، قانون تدرج ذوي المهن الصحيه والطبيه، اللي استمرينا من سنة 2015 لسنة 2019 نهايتها يلا تعدل التعديل الثالث لقانون 6، النشر بيوم 2/1/2020 بالجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية. فكانت بوقتها المفروض تنطلق تعيينات دفعة المهن الصحية 2019، انطلقت لهم الاستمارة توزعوا بدون مباشرات، انطلقت ايضا استماره 2020 واحنا ما زلنا ننتظر لحين الشهر السادس. يابا وين هسه بعد يحتاج تفسير فقرات. فارتئينا انه نبدا اعتصام من تاريخ 16/6/2020 في منطقه باب المعظم امام ابواب وزاره الصحه. الاعتصام يعني حضرتك تعرفين يعني شو 16/6/2020 بالشارع يعني انا خريج كم يوم 472 يوم انتهى الاعتصام 472 يوم انتم معتصمين، انتهى الاعتصام بيوم 1/10/2021 472 يوم بحرها ببردها بضيمها بجوعها بخوفها. ليش اعتصمتوا؟ لان احنا اعتصمتوا لان اكو وعود كاذبه من السياسه، لان قالوا لك حنعين. اي لا احنا مو ايضا مو بغض النظر عن الوعود، احنا اصلا اصحاب قانون، يعني احنا قانوننا به فقرتين، فقره الف اللي هي تعطينا نسبه 10% من درجات المركزي اللي تخصصها وزاره الماليه لوزاره الصحه. فهم ما متفضلين اول وثاني؟ لا ابدا ما متفضلين. والفقره باء اللي هي 25% من درجات الحذف والاستحداث. زين. فبدا الاعتصام وعود هسه باكر عقبه فلان نائب اجى يعني عده وعود. لحين ما انقر قانون القرض قالوا يابا انتم به، وبوقتها احنا بقينا قاعدين الليل كله لان هو قانون القرض انقر الساعه 6 الصبح. بدت الجلسة الساعة 12 انتهت الساعة 6 الصبح. انقر قانون القرض قال يابا انحلت مشكلتكم، راح تباشرون وتتهنون ومبروك، وكل النواب نشرت مبروك للعلوميين والمهن الصحية تضمينهم ضمن قانون الاقتراض. اجى قانون الاقتراض وراح واحنا ماكو. لا احنا ولا المهن الصحية والطبية دفعة 19 ودفعة 20. ها قالوا يابا ما قدرنا انه نوفي كافة شروطه، فلازم تنتظرون موازنة 2021 باعتبار 2020 ما كانت بها موازنة. اجت موازنة 2021 بها 68,000 درجة، كانت حصتنا 7,041 درجة. تعينوا اخوتنا من المهن الصحية والطبية اللي هم كانت حصتهم 54,000 دفعة 19 ودفعة 20، واحنا بقينا ننتظر من الشهر الرابع لان باعتبار ملف التعيينات تحول من وزارة الصحة الى مجلس الخدمة العامة الاتحادي. اليوم باكر عقبه خلي نسوي جرد، خلي ناخذ عدد الدرجات، خلي ناخذ موافقة المالية. عموما بعد معمعة طويلة انطلقت الاستمارة بشهر العاشر من مجلس الخدمة الاتحادي، وكانت بها عدة خطوات اللي هي إجراء الاختبار الإلكتروني والمفاضلة. مجلس الخدمة صادق على أمر تعيينة يوم 21/12 زين 21/12/2021 تمت مباشرتنا بدوائرنا يعني كدوائر صحة ومستشفيات في تاريخ 29/12 و30/12/2021. ذيك الساعة كان هو نازل قرار 133,000 و133 لوزارة المالية
اللي هو قرار صلاحيات الصرف اللي هي إيقاف التعيينات وما مشاكل من تاريخ 1/1. فإحنا بعد مرور شهرين وثلاثة بدينا نراجع بخصوص رواتبنا. قالوا والله أنتم باعتبار ما دام باشرتوا يعني كانت مباشرتكم بنهاية السنة المالية وتأخرت دوائركم بإرسال الكلف المالية، فأنتم لازم تنتظرون موازنة 2022. يابا مو إحنا متعينين ضمن درجات مخصصة بالواحد وعشرين. قالوا إيه إحنا محددين ضمن نطاق أو الغطاء المالي لنظام 1/12 وأنتم ما مشمولين به. زين أنا شنو ذنبي أني أنتظر هاي الخلافات السياسية اللي أني أقوى يعني أقوى راتب إحنا عندنا 650,000 دينار. بالنسبة لميزانية انفجارية 110 تريليون دينار، 650,000 دينار راتب موظف يعني لا شيء. انتم ما عندكم رواتب لليوم؟ لا احنا اغلبنا يعني المعلومة هاي يعني احنا اغلبنا كنا عقود، كنا محاضرين، كنا اجراء وتركنا هذا الشيء في سبيل هذا التعيين. شهر ورا شهر ورا شهر واحنا ما زلنا ننتظر على قولتهم على الوعود. والى الان اليوم انقر قانون الامن الغذائي واحنا بتواصل مباشر مع اعضاء اللجنه الماليه واعضاء لجنه الصحه يا اللي انخابره يعني بشكل مباشر لحد من الساعه انا متصل باكثر من نائب لجنه الصحه ولجنه اللجنه الماليه. قال يابا تضمنتوا زين انا اتبوع بالفقرات ما لي فقره واضحه. زين ستمونا انت تعرفين هذا احنا جاي نتعامل ويا دوله ما بيها فد شيء ثابت يعني لهنا اكون قر قانون الامن الغذائي ورحت لوزاره الماليه وقال لي ما لك فلوس انت بالقانون. انا شنو راح يكون تصرفي بهيك حاله؟ 7000 عائله صار 6 أشهر يعني متبهدله بمعنى الكلمه. طيب ما هذا اللي قالته وزاره الماليه من البارحه قبل اقرار القانون. وزاره الماليه قالت احنا ما عندنا فلوس، لازم موازنه. اي باعتبار هو قانون قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ راح يسد المشاكل الطارئه العد. هو اسمه قانون الامن الغذائي والدعم الطارئ. يا ريت يعتبرونا كلنا مشاكل طارئه ويحل. يعني باعتبار المفروض يسد اغلب. زين هو هسه ما بي فقره حتى مثل ما تفضل قبل شوي احد الاخوه ما بي فد فقره واضحه لجميع الفئات اللي هم يقولون انه مشمولين بها. ابد ما بي فد فقره واضحه. يعني احنا بقينا على يعني اليوم تعتبر هذه الوعود التي قدمت لنا من قبل من يطالب بالامن الغذائي او من اقترح هذا القانون هي وعود كاذبه لمجرد اسكات الشعب يعني او لمجرد استخدام مظلوميه البعض في تمرير قانون يفيد الطبقه الحاكمه. يعني ست احنا حاليا اليوم باعتبار الانغلاق السياسي هو سيد الساحه فباعتبار الانغلاق السياسي معناها ماكو موازنه، فانت لازم تجيب حل بديل. زين انت من اجيت حل بديل غير كون تحل المشاكل، انت باعتبار سميته قانون الدعم الطارئ. غير تحل بي هاي المشاكل اللي هي طارئه. زين من ضمنها هسه المشاكل الطارئه، زين انت كبرلماني تقبلها على نفسك انه تبقى 6 أشهر أو 7 أشهر بدون راتب وانت راتبك مو مثل راتبي يعني اضعاف انا راتبي 650,000. زين انت ما فكرت بي انا صاحب عائله انا ولا بقيت ال 7041 شنو مصيرنا؟ احنا بقينا منتظرين الوعود من اعضاء اللجنه الماليه واعضاء لجنه الصحه وان شاء الله يكونون قد هاي الوعود. لان يعني صراحه يعني مثل ما نوه الاخوه قبل قليل يعني في حال تم تمرير هذا القانون والغاء الفقره الخاصه بينا راح يكون هناك اكو خطوه لا يحمد عقبها. لان يعني التصعيد منتظر من العلوميين ايضا. طبعا طبعا لان 7000 انا من الناس 7041 اذا راح اسكتهم راح يقولون عباس زرقاني ممكن تقاضى شيء يلا سكت. طبعا هاي اني ممكن احكيها على الاحزاب. عرضت عليك السكوت؟ والله صراحه ست خلينا نكون واقعيين لا، لان يعني بس كفقره سكوت لا، ولكن هو مجرد وعود. خابرنا لكم دزينا لكم كتاب هسه مضمنين ضمن الفقره ما شفنا لحد الان شيء واضح. انا اريد فقره انت يعني يا مكثر الحبر والورق ليش ما تكتب انه يا بقى مخصصات 72 مليار مخصصات ذوي المهن الصحيه السانده العلوميين اللي متعينين نهايه 2021. صعبة. ثقيله ما اشوف شيء بها صعبه. طيب علي من بغداد اهلا وسهلا بك من العلوميين. ميت هلا اهلا وسهلا. تحياتنا لكم ولتاحه الفرصه انه نطرح قضيتنا على جنابكم برنامجكم هذا هذه ساعتكم. الله اكيد يحفظك. الله يسلمك. ستنا العزيزه اليوم تفوت تعرفون على قانون الامن الغذائي. نعم.
الامن الغذاء اليوم انه اغلب النواب واغلب الساده يعني المسؤولين يقول لك انت مضمن به، واليوم احنا نشوف الفقرات كلها مخصصه يعني المحاضرين الاداريين وعقود النفط، وين الفقره الخاصه بالتعيينات؟ احنا تعيننا صارنا 7 أشهر 6 أشهر. اليوم احنا اصحاب عوائل عنده طفل طفلين المصرف او فوق كل هذا، وزارة الصحة غلطت بالتوزيع، احنا بمحافظة بغداد يخليك قدام بكربلة، انت بكربلة يخليك قدام بالانبار، انت بالموصل يخليك قدام بدهور. يعني فوق هذا الظلم شو اسمه رواتب ما عندك، منين تصرف؟ ولا راتب استلمت. ولا احد استلم عدا محافظة الانبار، صرف من ايراد الدائرة مالته والبقية الدوائر تقول انا عادت انه اوفر توفير مالي عندي، ما عندي موازنة من ايراداتي ان اصرف لكم. طيب تروح لوزارة الصحة يقول لك شغلتك هي وزارة المالية، تروح لوزارة المالية تقول والله وزارة الصحة ما دزت بالأوامر مالية. نبقى على الموازنة المصرفيات يا علي، شكرا جزيلا لك علي من بغداد. أرجع لك عباس. عباس اليوم وزارة الصحة لا تخلو من العمليات الخاصة، لا تخلو من الصرفيات والمدخولات التي تأتي أكيد. إليها فمثل ما صار وأنا سمعت بالأنبار احدى الاشهر من الانبار مسؤول باحدى المديريات او هيك شيء انطى راتب للعلوميين. نعم نعم على مسؤوليته الشخصيه. دائره صحه الانبار انطت من ايرادها من الميزانيه التشغيليه لدائره صحه الانبار لمده شهر. لا واستمر، انطوا الرابع والخامس ووعدهم انه يستمر لنهايه السنه. طيب هذا ليش ما ياخذوا حذوه بغداد والبصره يعني كل المحافظات؟ والله ست منى هذا السؤال المفروض يتوجه لمدراء الصحه نفسهم اللي احنا. وين تروح فلوس العمليات يا مدراء الصحه؟ فلوس العمليات الخاصه وين بدها تروح؟ كل مستشفياتنا وكل دوائر الصحه بالعراق كلها عندنا الجناح الخاص احنا موجود. وين دا يروح؟ انا ما دا اسالك حتى تجاوبني، اسال حتى المشاهد يعرف العمليات الخاصه اللي دا تصرفها انت المفروض ترجع لك بخدمات افضل بالمستشفيات، بنظافه، بتطوير بالبنى التحتيه، واحنا كل شيء ما دا نشوف، كل شيء ما دا نشوف، الفلوس وين تروح؟ هذا سؤال تجاوب عليه المواطن نفسه. ابو حكمة من الموصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا. مية هلا ابو حكمة. الله يخليك. الله يسلمك. والله بالنسبة لا الشعب لا يتأمل شيء من الحكومة. لا يتأمل. لأن هسه البرلمان بس بمصالحهم. جوازات دبلوماسية وحقوقهم وحقوق عوائلهم وجرائدهم، العالم تعبانه نيته من الجوع، والشباب دايحين بالشوارع، الخريجين هسه عندنا ولد ما يقولون لو احنا صايرين لو ما دارسين ما صايرين خريجين كان اشتغلنا مهنه، صرنا مثل ما نقول قصه يعني 18 15 سنه يدرس زين، مثلا خريجين عندنا خريجين النفط زين، هذا وين يشتغل؟ شركات النفط كلها حكوميه، وين يبيع بطاطا يا ست منى؟ والله الله يعيننا، الله يعيننا على هذه الطبقه السياسيه. انت ما تتذكريني لو لا ابو حكمة، انا ابو حكمة اللي عمري 67 اللي كنت سنة. خادم بجيش العراقي المتقاعد. نعم نعم اللي نعم بيك الشرطه المجتمعيه عميد غالب. والله حرام حتى ما جاوبني. انا راح اتصل عليه اليوم ان شاء الله بعد ما جاوبني ولا ابد. الواد سوين حلقة أنا أحضر، إيش وقت لدينا أحضر والله صار يعني جوازات دبلوماسية يطلع العائلة كاملة خلال 5 أيام والشباب كلهم جوعانين وما عندهم. شكرا يعني لك يعني والله حقك أبو حكمة من الموصل، أنا جدا أشكرك وأشكر اتصالك، راح أتابع الموضوع أكيد مع الشرطة المجتمعية وأنا متأكدة ما يقصرون إن شاء الله. طيب عندنا محمد من كربلاء، أهلا وسهلا أحمد. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مية هلا أحمد. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. أنا مهندس أحمد من كربلاء، عقد بوزارة الكهرباء. طيب. أنتم شفتوا الفقرات الموجودة بقانون الدعم الطارئ. أي. أنا ما يعني مو قانوني حتى أجي أشرح التفاصيل. زين. بس هل من المعقول أنه يضيفون مبالغ للمواد البيطرية
وقضايا مقابر ويفتتحون مقابر. مقابر اي ما ادري شنو هاي مال المقابر، هاي سوق الفلوس المقابر يا برلمانيين المن. هاي اكثر من المبالغ اللي احنا نحتاجها. شنو يعني فلوس المقابر؟ احنا اقود كهرباء، كهرباء يعني خلي يفتهمون النواب اللي ما عندهم مخافة الله، خلي يفتهمون احنا عقود كهرباء يعني بتماس ويا الشبكة، ما يمر علينا شهر إذا ما عندنا شهيد، إذا ما جاي نقدم شهيد. إحنا العقود اللي هسه صايرة علينا فد نظرة أنه إحنا ما نشتغل، إحنا 75% من الشغل علينا. طيب شكرا لك أحمد من كربلاء. خليني أرجع لك أستاذ مصطفى وأسألك، جباية وزارة الكهرباء وين تروح؟ من هذا السؤال سألناه أكبر مسؤول بالدولة وقال لا هاي لا تسألون ياها. هيك خطر الموضوع؟ قال لا تسألون هاي. سؤال كلش صعب يعني الإجابة عنه؟ قال أخاف لعد أرجع على وزير هاي السالفة. أخاف أرجع على وزير الصحة أقول له فلوس العمليات الخاصة هو وين راحت؟ يعني لا عمليات خاصة نسأل. نعم. لا جباية كهرباء نسأل. ما يصير نسأل؟ هاي بعد احنا بالعراق العظيم يعني اليوم البرنامج يعني انا ما اعرف المن قرروا القانون الامن الغذائي الطارئ اذا كل الشرائح ما مضمنه ما حد مضمن مضمنه تكاليف فتح المقابر الجماعيه يقشمرون بها يوم هي مقابر تكاليف فتح مقابر جماعيه ما ادري ايش قد مليار 150 مليار هاي الشرائح هاي موجوده اللي شايفين عقود الكهرباء هاي موجوده وعايفين الاداريين وعايفين العلوميين وملتهين بالميتين. يا بد شوفوا العدلين اول، شوفوا العدلين، شوفوا الناس اللي واقفه بظهركم، شوفوا جمهوركم، شوفوا المظلومين ذولاك اللي انظلموا قبل، تظلموهم بالزايد من دا تخلون اولادهم بهيش مكان، من دا تخلون اولادهم بهذه المظلوميه. يعني المقابر الجماعيه اللي انظلمت من قبل النظام السابق ومن قبل داعش في بعض الاماكن، اليوم أولادهم مظلومين من قبل الطبقة الحاكمة المسيطرة اليوم على البلد اللي دا توزع ثروات البلد يمين ويسار. بكلمة أخيرة أريد أختم الحلقة برسالة إلى وزير الكهرباء ووزير الصحة ووزير المالية. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هؤلاء هم مسؤوليتكم بعد ماكو حكي، بعد الوفيات وبعد التظاهر وبعد اقتحام مجلس النواب، يجب عليكم قول كلمة الحق وأنصاف هذه الشرائح المظلومة. اليوم السيد مصطفى الطائي مشكور ممثل عن عقود الكهرباء، هذا أحد أبنائكم، والسيد عباس الزرقاني ممثل كليات العلوم أيضا هذا أحد أبنائكم، اليوم منتظرين الشعب العراقي وعوائلهم الحل من قبل هؤلاء الوزارات. شكرا لكما ضيفاي العزيزان وشكرا لكم مشاهدينا في كل مكان، ألتقيكم باكر إن شاء الله.